مساء الخير شباب، النهاردة رجعنا بحصة تانية هنتكلم النهاردة عن العين. العين مهمة جدا، لأن لو رسمنا العينين صح لأي شخصية كده أنت جبت 50% من البورتريه اللي هترسم. تمام، في ناس بترسم كده كده غلط، بص بص تحته غلط. العين فيها قناة دمعية، بعد كده ناخد كيرف، بعد كده كيرف تاني صغير، تمام، هنكبرها شوية عشان نبدأ تظليل فيها. بعد كده هناخد من جوه دايرة، مثلا نخليها دايرة كاملة كده، ونمسح الزيادة عشان انا اوضح لكم ازاي الطريق. تمام، هنتكلم في حلقة خاصة بعد كده عن الظل والنور. الرسم ده عبارة عن انك انت بتتحكم في اتجاهات الظل والنور، فين الحتت اللي هي بارزة بتبقى عليها النور فبتبقى فاتحة، وفي حتت غامقة بتتاخد من ظل انها غطسة لجوه فبيرمي عليها ظل البارز. تمام، يعني مثلا البرواز بتاع العين دوت بيكون غامق، ليه؟ لان الجفن اللي فوقيه عكس عليه مسكة القلم، مش بمسكه كده في التظليل، بمسكه من على قد ما اقدر من ورا، بخليه نايم عشان ما تبانش الخطوط معايا، وبان كاني انا ملونها تلوين خفيف خالص اهو. نمسح الحتة الدوران دوت عشان العين تظهر معانا كويس الشكل. انا ببدأ معاكم بورق عادي خالص عشان كده الاستيكة ايه مش بتمسح، اكيد الورق الغالي بيفرق معانا ان هو موجود عندي، بس مش عايز ايه ابدأ زي زيكم، يعني نبدأ بحاجة رخيصة زي ما اتفقنا الحصة اللي فاتت. ارجع بايدي القلم لورا تاني، تمام، نعمل نهاية القناة الدمعية بشكل كده. بعد كده برضه هنبدأ من فوق معانا الظل، هنا طبعا الدايرة دي غامقة، وهنسيب الحتة اللي هي عايزينها أبيض لانعكاس الضوء فيها. تمام، أي شكل أنت عايزه دلوقتي نبدأ بيه، نظلل حواليه ونسيبه هو أبيض. في طريقة تانية طبعا إن احنا نعمله بالأبيض بقلم جل أو أي حاجة موجودة إيه في السوق نعمل بيها، بس أسهل طريقة دلوقتي نبدأ بيها، احنا مش هنشتري خامات زي ما اتفقنا، هنسيب المكان اللي احنا عايزينه أبيض ما نشتغلش عليه. طبعا دي بتبدأ غامق من بره، ولا فاتح من جوه على قد ما نقدر. طبعا لما الرصاص فيها درجات، فيها غامق وفيها فاتح، بتساعدك طبعا في الحاجات دي. بدل ما انا ادي وش واتنين وتلاتة، الغامق معايا بيساعدني. بعد كده في طريقة للتظليل، طبعا المدعكة والحاجات زي كده، هي في أدوات غالية، تمام، مدعكة بتظلل معايا. فطبعا البديل ليها ايه؟ منديل، منديل ورق عادي طبقه زي كده، تمام، ببدأ أدعك في الحتة اللي أنا عايز ايه أموت اللون بتاعي
الزاوية دي في السن بتاعه اهو، تمام، عشان اتحكم ما بهدلش ايه جدا. تمام كده ظهر اللون، خط القلم راح لما انا ظللت بالايه بالمنديل. كل ما اشتغل شوية الحتة اللي انا عايز اغمق فيها بديها بايه فيها وش اتنين تلاتة. طبعا من عندي غير طبعا اي عين شخص، كل عين بتبقى مختلفة عن التانية، حجمها، زاوية الرؤية بتاعتها، زاوية الميول، كل حاجة بتفرق معايا عشان اطلع البورتريه الصح. تمام، ده تدريب عشان الناس تبقى عارفة، مش اكتر ولا اقل. وبص، في ناس بتغلط على فكرة في البورتريهات، بلاقيها بتنقل ترسم عين وتنقل منها التانية، لا كده غلط. فبحس ان مفيش عينين هتلاقيهم شبه بعض، لان زاوية الرؤية تفرق، اتجاه النن بيفرق، حاجات كتير. تمام، فانا برسم على حسب الصورة اللي بنقل منها، زي ما اتفقنا بالمربعات مثلا، مربع ده فيه النن هنا، المربع ده مش عارف ايه، بننقل واحدة واحدة هتلاقي الدنيا ظبطت معاكم ان شاء الله. ده خط الجفن الأولاني، بعد كده في ناس طبعا برضو معلش بتنسى وتغلط، بتعمل كده كده بالإشاع بالرموش، لا طبعا غلط. في كذا طريقة بشوفهم بيرسموا بيها برضو غلط. الصح ان كل اتجاه بصوا معايا، وبعمل بالقلم بسرعة عشان يطلع الشعراية معايا رفيعة، وبحاول اعكس كم شعراية كده معايا. تمام، عشان تدينا الوضع الطبيعي. طبعا من قدام هنا الشعر بيبقى صغير فوق غير تحت، هنا طبعا الحتة اللي جنب المناخير بتكون غامقة. يبقى كده الحتة اللي فاتحة احنا عرفنا ان دي بتكون حتت عالية. تمام، يعني مثلا العين دي مداني دوران، تمام، الحتت دي ودي اعلى حتت، واللي في الابيض عشان كده الابيض زي ما هو، اللي جوه واخد الاضاءة الغامقة شوية. نفس النظام فوق، انا باخد بغمق هنا وغنى واسيب ده ايه فاتح، الحتة العضماية اللي فوق العين دي تبقى بارزة شوية. عملية بسيطة خالص، مش معقدة ولا حاجة.
حاول مرة واثنين وثلاثة ونغلط مش مشكلة خالص، عندنا ال20 جنيه يكفونا الشهر وزيادة. طبعا مش هتطلع حلوة مننا في أول مرة ولا تاني مرة، خلاص كده هنبطل ونقف؟ لا طبعا مينفعش، عشان انت تطلع فنان ورسمك وشغلك حلو تمام لازم اتعب شوية مرة واثنين وثلاثة تمام عشان اوصل للصح كده يعني بطريقة، عشان الوقت بتاعنا تمام انا حاولت اختصركم على قد ما اقدر، وان شاء الله هيكون في تفاصيل اكتر من كده وافضل من كده ان شاء الله. يا ريت نشوف شغلكم وننزل على القناة بتاعتنا كل واحد شغله ايه، وانا هتابع معاكم لو في التعليقات اي ملاحظ اي حاجة عايزينها انا تحت امركم.